السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هو سحور لرمضان علشان يبقى صيام من غير جوع ومن غير عطش. انا استنيت اني انزل الفيديو ده دلوقتي، يعني سابع يوم رمضان، عشان اتأكد من اللي انا هقوله ده هو اكتر حاجة تنفع لسحور رمضان وما تبقوش عطشانين. اول حاجة لازم تمنعوا اي كافيين او اي قهوة او شاي في السحور. السحور عبارة عن ايه؟ السحور عبارة عن البان وخضار واي حاجة فيها الياف وبيض وحاجات مغذية زي السوداني او اللوز. الزبادي عندك نوعين، عندك الزبادي اللايت او الزبادي البلدي او البيتي، دول احسن حاجة. وفي طبعا انواع زبادي فيها مواد خمرية بتساعد على الهضم، ممكن تستخدموها، بس انا بستخدم دول. تاني حاجة اللبن الرايب. اللبن الرايب مهم جدا، مش هتفرق بقى اذا كان دايت او مش دايت، فلازم تشربي كوباية لبن رايب في السحور. البيض، كلي من بيضة لاتنين، ما تكتريش عن اتنين. البيض هيغذيكي ويحسسك بالشبع لفترة طويلة جدا طول الصيام، وكمان مغذي، يعني مش هتحسي انك جعانه، وهيساعد مع الحاجات اللي انت تاكليها دي كلها انك تحسي بالشبع. كمان الخضار، لازم تاكلي خيار. الخيار مش بيحسس بالعطش نهائي، مش بيحسس بالجوع، بتحسي ان انت جسمك رطب طول النهار، وخصوصا ان انت الخيار بيبقى بارد شويه، وبتشربيه كمان الميه اللي احنا قلتها في فيديو قبل كده انك تشربي ميه، فبتحسي ان انت مش جعانه ومش عطشانه. الفاكهه اللي لازم تاكليها في وقت السحور، الفاكهه اللي فيها الياف، الفواكه اللي فيها الياف، وده السيزون بتاع البطيخ، حلوه جدا وجد مغذيه. احنا عندنا البطيخ من الالياف ومن الفواكه، وعندنا اللبن الرايب، لازم نشرب كوباية لبن رايب، وعندنا الزبادي الدايت او البلدي، وعندنا كمان البيض من بيضة لاتنين، وكمان عندنا الخيار. الخيار مغذي جدا وكمان بيسيب الجسم رطب. الحاجات كمان اللي ممكن تاخدوها، يعني لو موجودة بس عشان غلو الاسعار بس انا هحطها في الاخر، هي اللوز. كلوا من 5 لـ7 حبات لوز في السحور، هتحس ان انتوا شبعانين طول النهار لانه في زيوت وفي الياف، وهيبقى موجود في البطن وفي المعدة طول النهار في الصيام. وربنا يعينكم يا رب على الصيام ويقدركم على الصيام. وده كان فيديو النهاردة، ويارب يكون افادكم ولبوا معلومة صغيرة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.